لاندلاع حريق داخل المستشفى الاندونيسي في المحافظة الشمالية. هذه المستشفى التي باتت من المستشفيات والمنظومات الصحية القليلة في قطاع غزة التي لا تزال تعمل ولو بشكل جزئي. إذن المستشفيات أيضا هو هدف وهي هدف رئيسي لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف فيها المستشفى الاندونيسي، ولا كل المستشفيات قطاع غزة تقريبا، حتى منظمة الصحة العالمية تقول أن أكثر من 90% من المستشفيات التي كانت عاملة في قطاع غزة إما تدمرت بشكل كلي أو دمرت جزئيا. إذن هذه الصور كانت قبل قليل نتيجة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الاندونيسي الواقعة في المحافظة الشمالية. يأتي هذا الاستهداف اتساقا مع العملية العسكرية التي تدوم حتى هذه اللحظة لمدة 17 يوما في المحافظة الشمالية. وبحسب المحللين والخبراء يقولون أن الهدف الإسرائيلي من هذا القصف العنيف والمتتالي والعملية العسكرية للمحافظة الشمالية هو إجبار الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بأكثر من 300 ألف فلسطيني ما زالوا في المحافظة الشمالية، إجبارهم على التهجير القسري إما لمدينة غزة أو حتى إما لجنوب وادي غزة.